احنا خويا الحانوت مشالينا السلعه كلها مشات ما لقينا حتى حاجه باش يديروا وجانا الماء على غبغته اللوطروت. انت عندك الحانوت ياك؟ الحانوت ودابا شحال هذا اكلتي نهار فيضان ولا ثلاث نهار فيضان؟ عرفتي دابا 3 ايام دابا هادي ولا باش شي تدخل من طرف الجماعه كاين شي حاجه؟ ها هما جايبين هاد المواطرين شواش ما قداو حتى حاجه، راه باقي الماء شوف هو الماء كله هو شي شويه وصعب الماء بحال الماء ملي كتا تشتا راه غادي تا الماء. اه صافي ما كاين. هاد البلاصه سميتها سيدي حنيشو. هاي حروده ياك؟ هاي الحروده سيدي حنيشو، سيدي حنيشو هاي السكان كلشي هاد الماء كلشي فايض على الناس كلشي، الا كلشي ضروا الناس بزاف مضرنا، حنا ضرينا بسلعتنا ضرينا بكلشي، ما كاينش ندخل بحال حتى شي حاجه، طالع الضوا من الفوق باش لبسنا خصنا. ها انتم الحال حوايجينا كلهم مشي، الدار عندي 2 متر لتحت، 2 متر عندي الماء باش داير، وحنا كنتسناو، احنا جابوا واحد الموطور ها هو كيخوي بحال ما كيخويش، بحال ما كيخويش، باقي هو هو، ما نقصش حتى الربع. والو هذا كاين عندكم خسائر في الحوايج كلشي خسر لي ما عندنا حتى حاجه حتى حاجه انا لابسه هذه اللي خارجه بها صافي ما عندنا حتى حاجه وليداتنا كلشي عريان جا عندكم شي حد شافكم جا وعندنا الناس وشافونا والله يكثر خيرهم جا عندنا محمد الهشاني جا عندنا ولد الشراري جاو عندنا شافونا جا عندنا القيد جابوا الموطور ولكن باقي ما عرفوش هادشي كيفاش يدير يحيد ما عرفوش ليه ها هو شحال باقي الماء تقريبا من توا باقي؟ باقي دابا حنايا الماء دابا حنا 4 ايام اليوم وحنا خارجين حنا من ديوانس شكرا وجات هاد الشتا كثيرة وزعما باش يحيد هاد الماء باقي ما حيدش وحنا مكرفسين وباركين عا في الخلا لا غطا لا فراش لا ماكلة لا شراب عالم بينا إلى الله راه حنا زعما كاين ضروري راه ما لقيناش ما نلبسو عندنا الوليدات صغار وشوفوا من الناس اللي هما مسؤولين يجيو يعتقونا ويرحمونا ويحيدوا هاد الماء وحيدوا علينا هاد الماء راه حنا تمحلنا راه حنا بايتين عا في الخلا راه حنا بايتين الا بغينا نسلكوا على دارنا تمشوا ندوزوا من الروضه عاش الملك عاش الملك عاش محمد السادس حنا كنطلبوا من المسؤولين يجيو يشوفوا هاد الشيء ويديروا ليه حل راه هاد الشيء ماشي كثير علينا احنا كنقدروا نقاوموا البلاد نقدروا نديروا بزاف الحاجات وهاد الماء ما قاومناش احنا عاش الملك عاش الملك الله يحفظك الفيضان هو بلا بدون شك بانه ديال الله تعالى هو تقدر كان المطر ينزل ولكن كان خصها تكون واحد الوقايه استباقيه في الاول بالنسبه حسب رايي انا لوطروت بانه هذا القادوس هذا هو المشكل من الاول كان خصهم يديروا استباقيه كيقولوا الوقايه احسن من العلاج لا افضل من العلاج انا هذا هو اللي كيظهر ليا كاين خص كل واحد يتحمل مسؤوليته لا ليديك ولا الجماعه ولا الولايه ولا كل واحد يتحمل مسؤوليته وصافي